أشكال الاحتجاج مختلفة وإن كانت جميعها ممكن تصب في هدف واحد. مواطن فحماوي قرر الوقوف أمام مركز الشرطة مع قناع على وجهه برفع شعارات ضد تخاذل المؤسسة الحاكمة وأجهزتها أمام حالة العنف. الرجل المقنع اللي فضل عدم الكشف عن اسمه الصريح موجود معنا عبر المحتوى، موجود معنا في الاستوديو. تفضل أستاذي، يعطيك ألف عافية. يعني بتوقف مقنع أمام مركز الشرطة من أسبوع ونص في أم الفحم لتقول كلمتك. مبدئيا أنت عم تحمل حاليا شعار مكتوب باللغة العبرية: أنا أيضا مهرج، أو أردان وزير الأمن الداخلي، أنا أيضا مهرج. ما الذي قصدته بهذا الشعار؟ الكلمة بسيطة جدا، هي عبارة عن ستيرة أو فيها نوع من السخرية فنية، سخرية راكية مش أكثر ولا أقل، ما فيش فيها كثير ملابسات. عم بتقول وزير الأمن الداخلي أنت مهرج؟ أي نعم، أنا وإنت مهرجين، أنا وإنت فاهمين بعض مثل ما أنا فاهمك أنت فاهمني، إحنا في نفس المستوى. أكيد كلمتك أو الشعارات اللي بهمك ترفعها من أسبوع ونص لغاية تاريخ اليوم أمام مركز الشرطة في أم الفحم ما كانت بس لوزير الأمن الداخلي، يعني لابد إلا ممكن تكون رسالتك بدها توصل شريحة أكبر، ربما جهاز الشرطة، الجماهير العربية. شو بدك تقول من طريقتك في الاحتجاج؟ يمكن أنا حكيت كلمتي لأردان، بس أنا ما راح أتنازل ولا عن أي مؤسسة ولا عن أي مسؤول في مؤسسة. الكل مسؤول، حتى أنا، حتى أنا كفرد مسؤول، ومن باب مسؤوليتي أنا حملت الشعار. قديش صار لك موجود؟ أسبوع ونص في الاحتجاج تقريبا. من أول أسبوع، من أسبوع ونص، مش يوم أما أكثر 70% من الأيام بطلع. ليش لسه بهذا التوقيت؟ يعني مجتمعنا عم بيعيش حالة الجريمة من سنوات وبتفاقم مستمر، وأيضا في أم الفحم يعني إذا بدنا نأخذها كمثال اللي هي البلد اللي أنت جاي منها صار جرائم عديدة في السنوات السابقة. ليش اخترت هذا التوقيت؟ ليش لسه؟ والله صراحة صار عنا كتير، لو بدي أضطرك للجرائم اللي صارت عندي في بلدي، مع كل أسف أكثر واحد وجعتني بصراحة قضية الحاجة زينب اللي قتلت على يد ابنها، بنت 38 سنة رحمة الله عليها. بكل بساطة هذاك الأسبوع يعني أنا شخصيا شفتها كانت ماشي مروحة على البيت ثلاث مرات، مرتين منهن ثلاثة حملتها معي في السيارة وهي ترضى علي، توفت. يعني عم بتقول وكأنه مش مصدق كمان انه هاي انسانة اضافية الموجودة، جارتك وبنت بلدك كمان فقدناها. تعليقات الناس بالشارع شوي مش مألوف، انه نشوف شخص حامل لابس قناع مغطي وجهه مخبي هويته وعم بيعترض او عم بيحتج. كيف اهل ام الفحم او المارين من امام ومكانك في الاحتجاج كيف عم بيتعاملوا معك؟ شو ردود الفعل اللي بتتلقاها؟ والله أنا شايف الاختراق في القضية، في اختراق واسع يعني وتقبل مش طبيعي يعني وتقدير. الخطوة تاعتي كانت جدا مهمة مشان أقول لكل العالم إنه مش بس أنا ومش بس أم الفحم ومش بس كل الوسط العربي، عندنا في الداخل في عندنا رقي حتى في التظاهر. شكرا. في عندنا الفن وفي عنا الفن الإبداعي وإحنا في عنا القدرات، مش إنه نحتاج بطريقة أيضا مختلفة. بدي أشكر حتى الدكتور جزيلاً. في عنده القدرات تبعاته. شكرا جزيلا لإلك. شهدت البلدات العربية في الجليل والمثلث والنقب والساحل في الداخل الفلسطيني يوم الخميس الماضي إضراب عام شمل جميع المؤسسات العامة والسلطات المحلية، المدارس ورياض الأطفال والمرافق التجارية والورش الصناعية وغيرها. وجاء الإضراب طبعا ضمن سلسلة الفعاليات المقررة في مواجهة استفحال جرائم القتل وتقصير الشرطة واستجابة لقرار لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية.